مرحبا، مهما هبيتوا، مهما حاربتوا، مهما تماديتوا، مهما قاتلتوا، رح تضلكم مهزومين. هيك الاحتلال بحكي لنا الايام هاي. بعد الهبات اللي سبقت الانتفاضه الثانيه والهبات اللي بعدها وحروب غزه الثلاثه وهبه القدس والاحداث اللي قاعدين بنشوفها، سياسه الاحتلال صارت كتير واضحه، فرض امر واقع، فرض املاءات. صار الاحتلال يتوقعنا ويتوقع ردود افعالنا، بعد ما نجح يوزعنا جغرافيا ويفرق ادواتنا ويفرقنا احنا ويفرق تنظيماتنا. بيقدر الاحتلال اليوم يحرق بيوتنا فوق راسنا ويصادر اراضينا بالجملة، ويقوم بثلاث حروب على غزة فوق حصارها. بيقدر يقتل، بيقدر يعتقل، بيقدر ينكل. صار يحدد مين الصالح والطالح فينا، صار يحدد لنا مين الفلسطيني ومين الفلسطيني الجديد، مين الفلسطيني ومين الفلسطيني الجيد. بعد وفوق كل هذا، وبعد ما تجاوز خطوط حمر كثيرة، بعد ما شاف انه ردود افعالنا تحت السيطرة، تحت السيطرة كثير، بقرر يتجاوز خط احمر كان دائما تجاوزه مكلف لإله، المس في المسجد الاقصى. كلفة تجاوز الخط الاحمر والمس في المسجد الاقصى كانت بتخلي الاحتلال دائما يتردد في القرب منه، لانه الاحتلال كان دائما شايف انه المس في المسجد الاقصى ردود الافعال عليه كانت دائما بتتجاوز الحرم والقدس وفلسطين، وكانت بتوصل لكل العرب وكل المسلمين. معركه الاقصى اليوم بخوضها ابناء القدس، وتحول اسمها لمعركه القدس، بينما هي مش معركه القدس، هي معركه الاقصى بخوضها عنا ابناء القدس. تغنينا بشجاعه وبساله ابناء القدس، لازم ولا مره ينسينا انه معركه الاقصى هي معركه كل العرب وكل المسلمين وكل الفلسطينيين من قبلهم. خلونا نجرب نتذكر شو يعني الأقصى لكل فلسطيني ولكل عربي ولكل مسلم. تصفيقنا وتشجيعنا على أبناء القدس مش حيزيد من طاقتهم في الصمود، لأنه آلة القمع على أبناء القدس كانت دائما أكبر. بالرغم من كل هيك، أبناء القدس مدركين للواقع ومدركين لخطورته، ولكن في النهاية هذه المعركة مش حتنتهي بسلام ولا حتنتهي بخير إذا بقيت معركة أبناء القدس، أبناء القدس وحدهم. إحنا كل معركة خضناها اعتبرناها المعركة الأخيرة، لأنه كنا نعتبر وقتها إنه إسرائيل والاحتلال تجاوز خط الأحمر الكبير. قررنا نعمل مراجعة ونصحح غلطنا وما نعتبرش كل معركة المعركة الأخيرة، لدرجة بطلنا نعتبر أي معركة ولا حتى معركة، وبطلنا نشوف الخطوط الحمر من مرة، مش بطلنا نميز كبر الخطوط الحمر أو مستوى خطورتها علينا. لهيك واصلين اليوم لمرحلة بنشوف إنه المس في المسجد الأقصى بكل رمزيته للفلسطينيين والعرب والمسلمين أمر عادي، أو أمر ممكن نكتفي في الجلوس على كنبياتنا ونتابع التلفزيون ونقول ونشجعهم مثل كأننا منشجع لعبة فوتبول، إحنا الجمهور فيها. أبناء القدس اليوم بيحكوا لنا إنه المس في المسجد الأقصى هو خط احمر، تجاوزه يعني التحرك في كل فلسطين زي ما اعتدنا دائما. نتجاوز الجغرافيا اللي فرضها الاحتلال علينا، ونتجاوز المشروطيه اللي بيفرضوها ابناء غزه على ابناء الضفه، والضفه على القدس، والقدس على غزه، وغزه على ال 48، لانه المسجد الاقصى كان دائما الرمز اللي بيجمعنا كفلسطينيين، وكان يجمع فوقنا العرب والمسلمين. الشعب الفلسطيني او الشعوب الفلسطينيه ضل عندها رمز يجمعها ويحركها بشكل جمعي في كل اماكن تواجدها غير المسجد الاقصى. واحنا قاعدين على كنبياتنا منشجع ومندعي، لازم نكون عارفين انه نفسيتنا اليوم صارت نفسية شخص مهزوم مستسلم بيعملش اي شيء. اذا بدناش نعمل هذه المراجعة عشان نتأكد قديش احنا مستسلمين ومهزومين، يمكن عشان نشوف قديش نفسيتنا حتصير مهزومة اكثر ومستسلمة اكثر، عشان نشوف كيف ما تبقى لنا من وعي راح ينكسر، وكيف احنا مستسلمين والاحتلال اليوم بفرض علينا واقع وهو شايفنا تحت السيطرة. ولعله خير.